ما زال الصراع محتدما على مناصب المحافظين في العديد من المحافظات العراقية، من بينها ديالى التي تتجه فيها الأمور نحو منزلق أمني بسبب لجوء الأطراف المتصارعة إلى تحريك الشارع للظفر بالمنصب. تظاهرات على مدار اليوم وقطع للطرق من قبل أنصار المحافظ السابق مثنى التميمي رفضا لمحاولات طرح مرشح بديل له بعد أن تعطل عقد جلسة مجلس المحافظة الجديد بسبب عدم التوافق بين الشركاء على اختيار محافظ لديالى التي لطالما شهدت نزاعات مسلحة بين الميليشيات على المصالح والنفوذ. وبسبب اشتداد الأزمة حاول زعيم ميليشيا بدر هادي العامري طرح مرشح تسوية، بيد أن محاولته باءت بالفشل بعد رفض أعضاء كتلته التي يعد معظم المنتمين إليها في ديالى من عشيرة المحافظ السابق مثنى التميمي، ليتطور الأمر إلى التحشيد والخروج بتظاهرات، بينما لم تتدخل القوات الأمنية على الرغم من حالة الفوضى وإطلاق الرصاص الحي في الهواء من قبل أنصار التميمي الذين استعرضوا قوتهم في شوارع ديالى. واللي يقدر ما نعنيه نمد إيدنا له، واللي ما يقدر احنا حقيقة نقف بضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن هذه المحافظة. وفيما يشبه الانقلاب على العامري، أعلنت بعض العشائر التي كانت حتى الأمس موالية لميليشيا بدر، أعلنت تمسكها بما أسمته مرشحها مثنى التميمي الذي لجأ بدوره إلى الورقة الطائفية للبقاء في منصبه، عبر تصريحات حذر فيها من ذهاب المنصب إلى السنة على حد وصفه. صراع على المناصب يأخذ عدة أوجه، تريد الميليشيات أن تحوله إلى محاصصة عشائرية مستفيدة من انتماء بعض أبناء العشائر لها لتزيد من الواقع العراقي سوءا وتخلفا، مع استخدام للسلاح المنفلت ليس لخدمة المحافظات وانتشالها من واقعها المزري، بل لضمان سنوات أخرى من عمليات النهب الممنهج للثروات لاستخدامها في جولات صراع أخرى ربما لن تتأخر كثيراً.